الله، حضرتك بخير. حضرتك إذا كان في اتفضل. سؤال لو تكرهه. الله يعزك حضرتك. لو أنا يعني أكرمكم الله، لو أنا مثلا في الخلاء أو كده، بالنسبة للشطاف بتاع الخلاء، إذا مثلا أحيانا بيبقى من ضغط المية ممكن يتسرب منه شيء للداخل يعني، عفوا، فهل ده يفطر فيه أثناء الصيام ولا لأ؟ جزاكم الله خير. لا يفطر، ليس بأكل ولا بشرب ولا بجماع. وأسألك سؤالا، هل أنت إذا قلت أقسم بالله ألا أكل فتشطفت ودخل الماء في الدبر، هل تحنث؟ أكيد لا تحنث. هل يحق؟ أحسنت يا لوران، فهمت يا لوران، جزاك الله خير. ليس، لا أعلم أي نص في قرقعة الأصابع. ومن يقول إن فعل قوم لوط لم يثبت بذلك خبر أبدا. حكم